على صعيد مستجدات أخبار الشركات والأعمال، توقعت وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال أن يتسارع ارتفاع معدل التضخم في مصر بعد تسجيله مستوى قياسي عند 36.5% على أساس سنوي في شهر يوليو. أشارت الوكالة في تقرير حديث إلى أن العملة المصرية قد تنخفض أيضا لتصل إلى 37 جنيها للدولار بنهاية العام الجاري، ارتفاعا من 30.90 جنيها. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع ستاندرد أند بورز زيادة أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي المصري في سبتمبر المقبل، مثلها في اجتماع نوفمبر، ليصل معدل الفائدة الأساسي إلى 21.25% بالتزامن مع تعديل جديد مرجح في سعر صرف العملة المحلية في ظل عمل صندوق النقد الدولي على الانتهاء من مراجعة برنامج مصر للإصلاحات الاقتصادية. وفي الإمارات، احتلت الدولة مكان مرموقة بين أكثر بلدان العالم إسهاما في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج في الفترة من عام 2003 حتى مايو 2023، لتصبح اللاعب الأكبر في منطقة الشرق الأوسط. وبحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر FDI Intelligence، تعد الإمارات ثامن أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في جميع أنحاء العالم، وهي أيضا المصدر الأول في 13 دولة كلها تقع في الشرق الأوسط وإفريقيا وأسيا الوسطى. في ذات السياق، كشف تقرير حديث أيضا عن شركة الاستشارات نايت فرانك إن الإمارات أصبحت أكبر مزود في إفريقيا للاستثمار الأجنبي المباشر بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث استثمرت أكثر من 59 مليار دولار في قطاعات النمو الرئيسية في القارة خلال العقد الماضي. أعلن سوق دبي المالي عن إضافة الأوراق المالية الجديدة الناتجة عن حقوق الاكتتاب في مصرف عجمان في حسابات المساهمين الخاصة لدى أمناء الحفظ وأعضاء التداول أو في حساب الإيداع لدى شركة دبي للإيداع. وارتفع رأس مال مصرف عجمان من 2,173,000,000 سهم إلى 2,723,000 سهم. وأعلن مصرف عجمان عن إدراج أسهم زيادة رأس المال الجديد على سوق دبي المالي وبدء التعامل بها. أعلنت اليوم شركة شميرا كابيتال ليميتد المتخصصة في إدارة الأصول وتتخذ من أبوظبي مقرا لها عن إطلاق صندوق شميرا ستاندرد أند بورز باكستان يونايتد، وهو صندوق استثمار متداول نقدي وعيني ووحداته قابلة للاستبدال بشكل كامل. من المقرر أن تبدأ فترة الطرح الأولى اليوم الأربعاء وتنتهي في 17 أغسطس. يمثل الصندوق ثاني صندوق فرعي تحت مظلة الصندوق الأساسي شميرا يوستس إيكاف، وهو أداة الاستثمار الجماعي في إدارة الأصول الأيرلندية، وتتم إدارته بواسطة شركة فاندروك مانجمنت كومباني المتخصصة في مجال إدارة الأصول. أعلن سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيسي التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي اليوم الأربعاء عن اختيار شركة أكوا باور السعودية المتناقص الأفضل لتنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع تحلية المياه بنظام المنتج المستقل للمياه في مجمع حسيان في دبي. أشار في بيان المكتب الإعلامي لحكومة دبي إلى أن القدرة الإنتاجية للمجمع تبلغ 180 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، باستثمارات تبلغ 3,357,000,000 درهم. أقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية مبدئية مع شركة سمورغ إنفست المالكة والمطورة لمحطة ساردا البحرية ومتعددة الأغراض في ميناء كوريك للاستثمار المحتمل في محطة الحبوب الواقعة في ميناء كوريك في كازاخستان. بموجب بنود الاتفاقية، يهدف الطرفان إلى إنشاء مشروع مشترك للاستثمار وتشغيل وتطوير محطة ساردها وتحويلها إلى محطة بحرية متعددة الأغراض.
تأتي هذه الاتفاقية المبدئية في أعقاب مذكرة تفاهم تم توقيعها في مطلع العام الحالي مع وزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية للتعاون الاستراتيجي في تطوير أسطول بحري وبنية تحتية ساحلية في بحر قزوين والبحر الأسود. تراجعت استثمارات أكبر 4 دول عربية في أذون وسندات الخزانة الأمريكية بنسبة بلغت 2.9% بما يعادل 7.5 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنهاية شهر مايو السابق له. أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء أن قيمة استثمارات أكبر 4 دول عربية بسندات وأذون الخزانة تراجعت إلى 246 مليار دولار في نهاية مايو الماضي. أظهرت البيانات أن السعودية أكبر حائز الدول العربية للسندات الأمريكية خفضت استثماراتها شهرياً بنسبة 2.8% إلى 108 مليارات دولار حتى نهاية يونيو. جاءت الإمارات في المرتبة الثانية بإجمالي استثمارات 65 مليار دولار في نهاية شهر يونيو الماضي. حلت الكويت ثالثاً حيث تراجعت قيمة استثماراتها بالسندات الأمريكية بنهاية شهر يونيو الماضي بنسبة بلغت 1.93% إلى مستوى 40 مليار دولار.